asalamu alaikum, ahmad. welcome back, my dear students. in biology session with you, mr. Muhammad salim, biology expert teacher, after we have finished the support in living organisms, part 1 of the chapter 1, we will continue today part 2, movement in living organisms. as usual, we begin with the movement in plants. هنرجع تاني في سيشن البيولوجي أه بعد ما خلصنا الجزء الاولاني السبورت الدعامه في الانسان هنبدا في الموفمنت الحركه في الليفنج اورجانيزمز في كائنات الحيه وطبعا كالعاده لما بنبدا انتوا عارفين بنبدا بالموفمنت في البلانت الموفمنت في البلانت سيمبل بسيطه شويه ما فيهاش شغل كتير زي هناخد بعد كده في الهيومن فبنبدا بالموفمنت في البلانت فيرست What is meant by movement? We want to define the movement. عايزين نعرف يعني إيه حركة أصلاً. Movement بنقول عليها Phenomenon which distinguishes all living organisms and it arises by itself. يعني ديت ظاهرة بتميز الكائنات الحية عن الكائن ، على المكونات الغير حية والكائن هو اللي بيعملها بنفسه as a result of exposure of living organism to stimulus لما بيتعرض لأي مؤثر therefore the living organism may respond positively or negatively to it فعشان كده الكائن بيستجيب يا اما ايجابيا بيروح ناحيه المؤثر دوت وبيتحرك ناحيته او negatively بيبقى بالسلب ما بيروحش ناحيته او بيبعد عنه. And in both cases the response is occurrence of movement وفي الحالتين بيبقى في استجابه للحركه. يبقى احنا كده عرفنا اول حاجه الموفمنت الحركه ان هي phenomenon which the which all living organisms and it arises by itself and a result of exposure of living organism to stimulus and maybe they respond positively or negatively to it and in both cases response is occurrence of movement يبقى هي ظاهرة بتميز الكائنات عن بعضها الكائنات الحية عن المكونات الغير حية وبتبقى نتيجة مؤثر خارجي وكمان بيبقى فيه استجابة يا إما إيجابية أو سلبية، وفي الآخر بيبقى فيه استجابة للحركة دي. طيب، هو الموفمنت هي نوع واحد بس، أو هي حاجة واحدة بس، قال لي لا، الـ types of movement في living organisms عندي 3 categories، أو 3 types. First, continuous movement، حركة المستمرة. Second, positional movement. Third, total movement. طيب لما اجي ابدا بالكونتينوس موفمنت حركه مستمره دي بتبقى موجوده فين؟ موجوده عند all living organisms inside their cells. ازاي؟ دي بتحصل في السيل، احنا عارفين بيبقى في السيل في جزء سيمي ليكويد اللي هو سيتوبلاز جزء من البروتوبلاز وانسايد ذا اتش سيل في حاجه عندي السيتوبلازم دوت فالسيتوبلازم بيبقى في continuity of its vital activities زي السيتوبلازميك ستريمينج موفمنت وطبعا دي درسناها في البريفيوس يير في السنه اللي فاتت في جزء بتاع كان برضو كان الموفمنت اوف فود او الاورجانيك سبستانسز انسايد ذا فلوين في البلانت ترانسبورت في البلانت فكنا بندرس ان في حاجه اسمها سيتوبلازميك ستريمينج موفمنت لو نفتكر مع بعض فهي اصلا موجوده عند كل ليفنج اورجانيزم سواء كان في الهيومن او بلاند فدي تعتبر كونتينوس موفمنت للسيتوبلازم فبنسميها سيتوبلازميك ستريمينج موفمنت وزي ما احنا شايفين عندنا كده في الصوره هنا في موفمنت اهوت للسيتوبلازم انتي كلوك وايز عكس عقارب الساعه بتتحرك السيتوبلازم هنعرف مين عن طريق الجرين بلاستيدز اللي موجوده او كلوروبلاست اللي موجود قدامنا دوت الحركه بتاعته دي دليل ان هي موجوده جوه السيتوبلازم والسيتوبلازم بيعمل سايتوبلازميك ستريمينج موفمنت فبيحركها طيب نمبر 2 البوزيشنال موفمنت بوزيشنال occur ان some بارتس organs اوف ذا ليفنج اورجانيزم يعني بتحصل في بعض البارز او بعض الاورجنز في الليفنج اورجانيزمز زي البيرستالسيس ان فيرتيبرال دي درسناها برضو السنه اللي فاتت ان هي ريتميكال contraction and relaxation for esophagus دي حركه بتتم كده عند الاسوفجس مثلا او في الـ في الدايجستيف سيستم بتاعتنا الاليمنتري كانال بيحصل فيها كونتراكشن وريلاكسيشن عشان الفوت يقدر يتحرك جواها فدي حاجه بوزيشنال يعني حاجه مش الجسم كله بيتحرك ده بارت بس ان جزء هو جزء من الجسم بس هو اللي بيتحرك فبنقول عليها بريستاليسز يعني كونتراكشن وريلاكسيشن للماسلز او سوبيجس وفي عندي برضه الانسكتيفيريس ادي الجزء بتاع الاسوفجس اهوت الفود اهو بيتحرك بالكونتراكشن من upper parts بيحصل contraction وال lower بيحصل relaxation فالفود بيتحرك downward to the stomach للمعدة اللي موجودة هنا طيب نفس الكلام عندي في النباتات برضو فيه في في ال plant insectivorous plant insectivorous plant احنا عارفينها اللي هي ال plants that eat on insects بتتغذى على ال insect وتعتبر carnivore to get their protein or to get their food from this insects فبالتالي بتحرك مين؟ بتحرك الليفز بتاعتها بيبقى ليها structure معين او shape معين can secrete enzymes digestive enzymes فبالتالي جزء من البلانت بس هو اللي بيتحرك فده يعتبر positional يبقى اي بارت من الليفنج organism بيتحرك ده بنسميه positional بالنسبه لل whole body. نمبر 3 طبعا واهم حاجه اللي هو التوتال موفمنت التوتال موفمنت باين من اسمها they restricted in animals only by which the organism can move from place to another ان الاورجانيزم مثلا هنا بيتحرك من مكان للتاني فور what؟ ما my... يعني احنا بنتحرك ليه نقدر نقول بنتحرك ليه حد هيقول لي فور سيرشينج فور فود عشان ندور على الاكل بتاعنا لازم نتحرك avoiding danger نبعد عن المخاطر فلازم نتحرك or to the other living organisms And for mating للتزاوج ما بين living organisms عشان يحصل mating لازم يحصل movement يبقى ال movement ال reasons بتاعتها ايه searching food mating avoiding danger okay طيب leads to the spread of the animal in nature وده بيخلي الكائنات دي كلها تنتشر في الطبيعة الحركة ديت وكمان more means of movement were strong and fast wider كل ما كان movement أفضل كل ما كان يبقى أقوى وأسرع الكائن كل ما يبقى أقوى وأسرع كل ما كان الوايدر للسيركل اللي بيتحرك فيها سبريد ووز وكل ما كان الانتشار بتاعه أفضل زي ما احنا عارفين كده حركة الهيومن حركة الأنيمالز حركة الكائنات دي تعتبر توتل اه... موفمنت طيب ال... عشان يحصل موفمنت لازم في كونديشن معينة of movement and the keeping the balance in animal لازم يحصل حركه او عشان يحصل حركه في conditions معينه شروط عشان نحافظ على البالانس في الانيمال فبالتالي اول حاجه لازم يكون في solid support presence of solid support اللي هو السكيلتون لازم يكون في سكيلتون زي البونز كده عند الهيومن درسناها في بارت 1 في السبورت فبالتالي presence of solid support and skeleton او البونز وديت بتبقى attached to the muscles الماسلز اللي بتعمل contraction وrelaxation زي ما اتفقنا فبالتالي بتعمل موفمنت لمين للبونز تو موف اند كيب اتس بالانس فبتخلي الكائن دوت موف يتحرك ويحافظ على البالانس بتاعته طيب هو لازم يكون في سوليد سبورت بس ولا في حاجات ثانيه زي ما احنا خدنا كده البونز مع حاجات ثانيه ليجمنتس وتندونز وجوينتس كارتلج فبالتالي ذا سكيلتون ماست كونسيست اوف سيجمنتس ذات ار كونكتد تو ايتش اذر باي ارتيكوليتنج جوينتس تو فاسيليتيت ذا موفمنت يبقى الكونديشنز عندي للموفمنت في حاجتين السوليد سبورت والسيجمنتس او الجوينت اللي هتفاسيليتيت ذا موفمنت او هتسهل الحركه طب لما نيجي نبص كده على السكيلتون اللي موجود في الليفنج اورجانيزمز نشوف كده التايبس اوف سكيلتون هنلاحظ عندنا اكسترنال سكيلتون اند انترنال سكيلتون يعني ممكن يكون هيكل خارجي زي مثلاً في الانسكت الحشرات والأرثوبودز، دي بقى عندهم الكايتين إكسسكيلتون، بنسميه إكسسكيلتون، ودوت بيحافظ على الـ internal parts of the organisms. أو ممكن يكون كالسيوم carbonate exoskeleton زي الشيل اللي موجود على السنيل أو المولاسكس فالحاجات دي كلها بتساعد برضو على البروتكشن protection دي الـ inner parts والـ movement living organisms أو الانسكت. اوكي طيب بالنسبه للانترنال الانترنال اللي بتبقى موجوده في منها تو تايبس زي في مثلا الكائنات الليفنج اورجانيزمز الاكواتيك اورجانيزمز زي مثلا الشارك والريفيش فيش ديت تعتبر عندها كارتاجينس انترنال ستراكشر وزي البوني Internal, uh, internal skeleton زي اللي موجوده في البوني فيش الفيش العادي البولت والبوري او زي البونز اللي عندنا فدي تعتبر internal يا اما cartilage يا اما بوني، cartilage زي ما اتفقنا في الشارك والري فيش اما البوني في البوني فيش. ده بالنسبه للتايبس اوف skeleton انواع السكلتون. طيب نبدا بقى في الموفمنت في البلانت او بنسميها Locomotion ان Plants. الحركه في النباتات زي ما احنا شايفين كده لو بدانا بصوره كده هنلاحظ كده ان البلانت هنا بيبدا الستيم اللي كارز الليفز من حاله الدارك بيبدا موف تو ذا لايت حرك ناحيه اللايت اول ما اللايت ظهر هنا طب ده كده بيحصل موفمنت البلانت فعلا عندي برضو لسه قايلين او الانسكتيفوريوس بلانت دي تعتبر عندها موفمنت الميموسا درسناه قبل كده برده في البريفيوس يير نفس الكلام عندها موفمنت السان فلاور عندها موفمنت فكل التايبس اوف بلانت ديت عندها موفمنت يبقى التايبس اوف موفمنت ان بلانتس ممكن يكون في كذا حاجه في كذا نوع من الموفمنت في البلانت ممكن تكون تاتش موفمنت اول ما بلبس البلانت وده بنسميها فيجمو تروبيز ثيجمو بتحصل فيها ان تورنينج اور بيندينج اور البلانت اور اذر اورجانيزم ان ريسبونس تو ا تاتش ستيمولس ان بيحصل تورنينج التفاف او باندنج، ان بيحصل له حركه او بي بيميل زي والت كده اول ما بلمسه تاتش تمام عن طريق تاتش ستيمولس اللي هو المؤثر هنا عندي التاتش فده بسميه تاتش موفمنت او ثيج موتروبيزم نمبر 2 من تايبس اوف موفمنت عندنا ايه بقى يا شباب عندنا السليبنج اند ويكنينج Sleeping awakening movement يعني النوم والاستيقاظ اللي هي closing and opening للflower for example أو لparts of the plant number three tropism movement tropism يقصد بيه هنا إن في stimulus مؤثر بيأثر على البلاند part من البلاند turning all the part of an organism in particular direction in response to external stimulus بيودي ناحية ال stimulus دوت move Uh, toward or move away from the stimulus but even -tropism. number four haptotropism movement means pulling or pushing parts of the plant to move uh, upright how pulling lil plant to move downward in hawaiit harrak haptotropism. means pulling or pushing parts of the plant the last one is the cytoplasmic streaming movement ولسه قايلينها من شويه وهنقولها تاني برضو. movement of cytoplasm inside the cell نبدا بالتاتش موفمنت زي ما احنا شايفين كده قدامنا ملاحظين ايه هنا اول ما حصل تاتش للليفلتس ديت اللي هي الورق الصغير جدا في البلانت دوت والبلانت دوت هنعرف دلوقتي ان هو الميموسا بلانت بصوا كده اول ما حصل تاتش حصل لها تورنينج او بندنج او حصل لها كلوزنج او ويلتينج بدات تتحرك او تقفل على نفسها بالشكل دوت ده بنسميه بنسميه تاتش موفمنت او زي ما اتفقنا بنسميه تيجموتروبيزم تيجموتروبيزم التيجموتروبيزم او التاتش دوت الليفز اوف سام بلانتس are affected by touch, تتأثر بال touch. يبقى leaves, some plants are affected by touch, ده بنسميها thigmotropism, أو touch. T with T. T touch, thigmotropism T. When the leaflets of mimosa plant are touched, they collapse, تبدأ collapse, they fill. Why? Because of due to successive order followed by the petiole, بسبب أن the ال water بتبدأ تتحرك من ال upper part to the lower part يبقى ال lower part more diffusion للـ water فبالتالي الـ water بتبدأ تتحرك لتحت لغاية ما توصل لل ويبدأ ال leaves دي كلها ال leaves دي كلها تحصل لها collapsing accessed by the beetle the 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 anthill band انا اقول السكسسيف اوردر فيها سبب تاني خدناه السنه اللي فاتت يعني نفس السبب دوت بنشرحه بقى اكتر بنقول ان اللور بارت الاوبر بارت بيبقى مور ديفيوجن للووتر تاني اللور بارت فالووتر بتتحرك من فوق لتحت فتبدا البلانت ده يحصل له كولابس نمبر 2 سليبنج موفمنت ودي لسه شايفينها من شويه لما بيبقى في دارك واول ما يحصل Uh, يبقى في light يبدأ البلانت يحصل له opening او stand uh, قبل leaves بتاعته هنلاحظ كده اول ما يحصل dark يبدأ يحصل wilting مره ثانيه او collapsing مره ثانيه. The sleep movement leaves of some plants partially closed during the darkness and return back to their original position in the light so it is similar to awakening and sleeping زي بالظبط اللي سيقاز والايه والنوم زي ما كنا بنقول كده زمان الفلاور وهي بتقفل وبتفتح دي برضو تعتبر زي كده sleeping movement such as mimosa leaves and some leguminous plants زي برضو بعض النباتات البكولية زي البين والبي النباتات ديت الليفز بتاعتها بتبدا تتحرك او close and open according to the light. نمبر 3 تروبيزم تروبيزم درسناه برضه السنة اللي فاتت uh, on response of different parts of the plant to light humidity and the gravity ودرسناها على ال stem roots وقلنا ان في forms من التروبيزم دوت اللي هو response to different parts of the plant to the light او humidity او gravity لازم يكون في external uh, stimulus سواء اللي بيأثر سواء light ضوء او humidity water او gravity جاذبية طب ايه هي الفورمز بتاعت التروبيزم هنا؟ قال لي زي تروبيزم، ستيجماتروبيزم لسه قايلينها ستيجماتروبيزم ديت تعتبر تايب اوف موفمنت ان ذا بلانت اللي هي التاتش موفمنت ما هي دي تعتبر برضو تبع التروبيز ليه؟ عشان ريسبونس تو ميكانيكال سيميليشن في حركه في لمس او ترنينج اور بيندينج بلانت ريسبونس تو تاتش ستيمولس ان البلانت برضه بيعمل بيندينج او ترنينج حسب التاتش بتاعته اشهر حاجه خدناها السنه اللي فاتت الفوتوتروبيزم وده ريسبونس تو ذا لايت جيو ده ريسبونس تو جرافيتي الكيموتروبيزم ده ريسبونس تو بارتيكولار سبستانسز والهيدروتروبيزم ده ريسبونس تو ووتر والالكتروتروبيزم ريسبونس تو الكتريك كارنت طبعا احنا درسنا بس الفوتوتروبيزم والجيتروبيزم والهيدروتروبيزم طيب لو جينا بس كده عملنا كلوز على اي بيكتشر من دولت هنلاحظ كده البلانت تروبيزم زي ما قلنا الفوتوتروبيزم بلانس ريسبونس تو لايت بيروح ناحية اللايت زي ال كده. ال geotropism ريسبونس تو response زي الاستيم كده move upward وورد root move downward stem و عشان downward ناحية الجرافيتي. أما الاستيم هنا في اللايت بتبقى positive عشان move to the uh, light source while the root لسه شرحنا اللي هو touch. response to touch والهيدروتروبيزم plant's response to water لسه بنقول دلوقتي ان التروبيزم occur when plants respond to external stimuli لازم يكون في مؤثر خارجي هو اللي بيأثر فيها والتروبيزم are movements caused by change in plants growth pattern وده برضو بيعمل uh, growth للبلانت او تغير في growth في البلانت نتيجة ايه نتيجة هناخد في شابتر 2 ان شاء الله نتيجة هرمونز موجودة عند البلانت في تقريبا ست سبع هرمونز موجودين عند البلانت هندرس بس فيهم الأوكسينز، الاندول اسيتيك اسيد هي دي اللي هندرسها بس السنه دي ان شاء الله فالتروبيزم كان نيجاتيف اور بوزيتيف زي ما احنا لسه في بارتس بتبقى بوزيتيف يعني موف توورد ذا ستيمولس وفي اجزاء بتبقى نيجاتيف موف تو ذا اواي فروم ذا ستيمولس If the plant moves toward the stimulus لو اتحرك ناحيتها يبقى ده بنسميه ساعتها tropism is defined as positive. If the plant moves away from the stimulus, ال هنا considered is negative. زي الـ مثلا لسه دلوقتي Gravity كوز Response of Plant Growth هنلاحظ كده مين اللي بيبدأ يموف move to upward هنلاحظ كده الـ positive tropism هنا الستيم stem هي اللي بتحرك والبرانشز branches of leaves بتتحرك upward.

اربور فريم لو البلانت بيلف حوالين اي فريم او اي سوليد Object، فدوت اول ما بتلمس حاجه بتبدا تلف حواليها وإن ده بيحصل في الليجيمس بلانت الفوتوتروبيزم زي اللي لسه ان البلانت موف Toward the لايت زي مثلا السان فلاور زي ما احنا شايفينها قدامنا هنا Uh, why do you think sunflowers were given their name ليه بنديها الاسم بتاعها كده sunflower because they move uh, toward the sun <todic> تحرك مع ال sun ده نتيجه الفوتو تروبيزم دي كده examples على الفوتو تروبيزم او تروبيزم عامه وادي uh, more close تجمو تروبيزم ادي support وادي touch وبيبدا يبقى في حاجه في الاستنان اسمها tendril هاخدها دلوقتي بتبدا تعمل لايننج حوالين السوليد اوبجكت فبالتالي البلانت يبدا يعمل كروز ابورد الفوتوتروبيزم لسه toward the ذا لايت الهيدروتروبيزم toward ذا ووتر بالنسبه للروت اما الجيوتروبيزم يا اما بص في ذا روت كده بص في الجيوتروبيزم توورد ذا جرافيتي او الجراوند وايل ذا ستيم move upward or away from the gravity. فبنسميه طيب ساعتها negative geotropism. دي بالنسبة للتروبيزم. السيتوبلازمك ستريمينج لسه متكلمين عليها قلنا ان هي one of the main characteristics of living organisms ان السيتوبلازم فيها continuous rotation بيبدا يتحرك بيتحرك فين؟ بيتحرك inside the cell anti-clockwise عكس عقارب الساعه زي ما اتفقنا والاكزامينيشن طيب عرفناها ازاي عملوا اكزامينيشن للالوديا ليف بلانت النبات بيعيش في المياه ده اكواتيك بلانت سبمرجنت بلانت بيعيش في الووتر او بيعمل floating على وش الميه فبالتالي عنده ووتر كتيره جوه فبالتالي لو بصينا تحت الميكروسكوب على الليفز بتاعته هنلاحظ ان السيتوبلازم هو بيتحرك with uh, with the order of the uh, cell wall ماشي مع السيل wall اهوت بيبقى فيه thin layer كده من السيتوبلازم بتتحرك مع السيل وول بجوار السيل وول طب هنعرف منين اللي قدامنا الجرين ديت هي الجرين بلاستيدز اللي هي الكلوروبلاست فلما اشوفها بتتحرك دي موجوده اصلا فين؟ موجوده في السيتوبلازم فبالتالي هي بتدل على حركه السيتوبلازم يبقى ده حصل فين؟ في الالوديا بلانت عملوا اكزامينيشن للليفز لل... بتاعتها لقوا ان ال... ال... movement of chloroplast embedded في السيتوبلازم دي كيو او دليل ان حصل روتيشن للسيتوبلازم من جوه فمعاه بتتحرك الكلوروبلاست النوع الاهم والنوع اللي هو يعتبر الليسون اكتر حاجه عليه النهارده اللي هو الهابتوتروبيزم الهابتوتروبيزم هنا يقصد بيها البولينج موفمنت موفمنت البولينج موفمنت اللي هو حركه بالسحب او البوشنج موفمنت وده بيحصل يا اما اب وورد يا اما داون وورد طيب هنبدا بالاب وورد ودي بنسميها بولينج موفمنت ودي بتحصل في ال الليجمس بلانت او في نبات البي مثلا البسيلة بيبقى في عند الستم بتاعتها في حاجه اسمها دين, دين رايت. التندرايل ديت بيحصل لها raises اتسيلف انتو اير تيل كونتاكت وذ ا سوليد اوبجكت لو بصينا كده هنا ادي دوت اللي احنا شايفينه دوت ده التندريل طالع من الاستيم اهو وبيعمل توينينج عمال يلف حوالين سوليد اوبجكت اهو فبالتالي زي حاجه كده بتشد انت لما بتلف حبل او بتلف حاجه وتبدا عايز تطلع عليها فهي الحبل لما انت لفيته بدات تطلع وتتشد لفوق نفس الكلام البلانت لما بيلف التندرل ديت على السوليد اوبجكت ويبدا يعمل تويننج للتندرل ده عليه فبيبدا البلانت يحصل له جروز vertically upward بيبدا يطلع لفوق اوكي فبالتالي ال tendril دي مهمة جدا وقلنا عليها إن هي uh, uh, raises itself in the air to make a contact with a solid object then the tendril immediately twines closely around the solid يبدأ يلف حول السوليد داوة for a few turns in a spiral form في شكل spiral الموضوع ده كله بيخلي length of tendril decreases يبدا يقل الطول بتاع التندرل دوت يقل بيه عشان من كتر اللف بتاعه الطول بتاعه بيقل فبالتالي بيشد البلانت او بيعمل بولينج للبلانت او سبورت البلانت اند جروز فيرتيكلي يبدا يطلع لفوق دي بنشوفها كتيرة جدا في الناس مثلا اللي بتزرع ورق عنب او البي بلانت دوت بيزرعوه في البلكونات كده اولا العين يعني في البلكونه هنلاحظ كده ان بيطلع منه تندرول بيبدا يتحرك على الودي اوبجكتس اللي بتبقى موجوده مربعات كده بنعملها في البلكونه عشان النبات يبدا يتحرك عليها ويبدا يلف عليها ويديني منظر جميل ويديني ظله جميله كده موجود عندنا في الصيف فديت موجوده واحنا بنعملها براكتيكلي في اللايف بتاعتنا. the tendril becomes thickened يبدا التندرل اللي عمال يلف دوت خلاص يبقى هو ريزد ابورد الاول وكونتاكت سوليد يبدا يعمل تويننج فيبدا يحصل له ديكريس في اللينث بتاعه يبدا يعمل سبورت وجروز فيرتيكلي للبلانت فبالتالي الدنترال تبدا thickened تبدا تبقى thick سميكه ساعتها ليه عشان يحصل لينج داون للكونسيدربل اماونت اوف ميكانيكال تيشو هي عماله تلف 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 فالحركة ديت في اللفه بتخليه thick سميك عمالين يزيدوا فوق بعض فبيبقى thick فالحركه دي بتخليه يبقى قوي ويمسك البلانت ويحصل له او uh, يسبب جروث للبلانت ابورد The reason for twining movement of tendril around the support is due to slow growth on the side that contacts the support and accelerated growth on the side that away from the support. يعني السبب اللي بيخليه يعمل twining movement كده tendril around the support to give reason لو قال لي ليه بيعمل twining movement الـ uh, Tendril around the support and only due to the slow growth of the side or on the side that contact the support and accelerate growth on the side away from the support نلاحظ كده هنا لو وردت لكم الرسمة مين الحركة بتبقى أسرع فين هتقول لي موجودة هنا مصر ناحية الـ ناحية الـ solid object اهوت بيحصل هنا slow slow movement للـ Tendril لما بيعمل توينينج هنا و أكسلوريت للتوينينج أو السبايرال بتاعه بشكل بتاعه هنا بيبقى أسرع شوية من away from the uh, solid object فبالتالي بيعمل توينينج حوالين الايه A توينينج حوالين solid object the reason of twining movement tendril around the support is due to the slow growth on the side that contacted the support and accelerate growth on the side away from the support يبقى ديت الانسر بتاعتها طيب if the tendril what will happen if the tendril doesn't meet a support during its movement إيه اللي هيحصل لو ما مسكتش في support وهي بتتحرك it will wilt and die الـ plant ده هيذبل ويموت ما مش لاقي حاجة ترفعه لفوق ويحصل له vertical growth فبالتالي هيحصل wilting and die the process of tropism and the movement of tendril التروبيزم اللي احنا قلناه من شويه والتندرول دلوقتي اللي احنا لسه قايلينه في البي بلانت ده بسبب ايه؟ قلت لكم بسبب هرمون موجود في البلانت هندرسه ان شاء الله في بدايه شابتر 2 الهرمون ده بنسميه اوكسينز او اندول اسيتيك اسيد فبالتالي الديفرنس للريتس بتاعت الاوكسينز ديت جروث ريتس نتيجه الاوكسينز اللي احنا بنقول عليه درسناها السنة اللي فاتت ادي الفوتوتروبيزم ادي عندي الاوكسنز اللي هي الريد آه كيميكالز اللي موجودة جوه ديت لما اللايت فروم اباف بيجي كده للبلانت من كل الاتجاهات هنلاحظ ان الاوكسنز بيحصل لها ديستريبيوشن ان ايكوال اماونت ان بوث في الناحيتين بيبقى التوزيع بتاعهم واحد فبالتالي بتسبب جروث للبلانت upward او vertically بالتساوي زي ما احنا شايفين أما لما البلانت بيتعرض للـ light from one side هنلاحظ كده إن الـ هيت hate uh, the light ما بتحبش الـ فبالتالي move to the shaded part تروح للجزء الشادي دوت تكتر هنا فهي طبعاً في الـ stem بتعمل increase للـ growth. فبتزود الـ growth هنا وهنا الـ growth بيحصل له decrease فبالتالي بيحصل bending للبلانت plant toward the light. آدي الـ في الـ stem. وادي توزيع الأوكسنز لما اللايت بيجي من وان سايد زي ما اتفقنا نفس الكلام في التندرول برضو، بيبقى الأوكسنز هي اللي بتاثر في rate اوف جروث فبتصرف في اواي فروم ذا سوليد و بتعمل سلو للناحيه اللي بتبقى كونتاكت مع السوليد مين اللي السبب في كده الاوكسينز كي ادي اشكال كتير اهوت للتندرلز اهي شوفنا كده اول ما مسكت في السوليد بدات تعمل تويننج حواليه والحركه بتاعتها هنا بتبقى آه فاست سريعه او او اكسلريت وناحيه السوليد بتبقى الحركه بتبقى سلو هنا فاست وهنا سلو وادي الشكل بتاع التندرل وهو عامل تويننج الموفمنت هنا لو في سوليد هنا هيبقى هنا سلو وهنا تست او اكسلريت اخر بارت عندنا اللي هو الكورمس او البالبس اللي هو البولينج روتس برضو بس المره دي مش لأبورد لا دي لداون وورد اوكي okay. ودي بتحصل في الكورمس والبالبس اللي هي البصل والثوم والبصليات والموضوع اللي هو الاكزامبلز بتاعه الانيون مثلا والجارليك البصل والثوم دي تعتبر كورمس وبالبس when the roots of this plant contact كونتراكت لما الروتس بتاعت النباتات ديت بتعمل كونتراكت وهي موجوده في السويل اهي عملت كونتراكت ذا كورمس اور بالبس ار بولد داون الجزء بتاع البصل اللي هو الكورم او سوري بتاع الثوم اللي هو الكورم او البصله نفسها اللي هي البالب تبدا تنزل لتحت في اندر جراوند بتنزل لمسافه كده بنسميها Uh, uh, subterranean uh, under the soil أو بتنزل تحت السويل فهنا بيحصل when the roots of this plant's contracted, the cormis or bulbs are pulled downwards to a suitable level in the soil بتنزل لمستوى معين في السويل طيب إيه الإمبورتنس بتاعتها؟ الإمبورتنس بتاعتها هي remaining the subterranean storing stem at a suitable distance بتخلي الـ storing stem و البالبز ديت موجودة suitable distance from the soil فده بيحافظ عليها من ايه بيحافظ عليها من الويند against wind effect و support لل aerial parts اللي هي ال stem بتاعتها او الاجزاء اللي leaves بتاعتها وبتمنحها او بتحافظ عليها من against wind effect فالكورمس والبالبس دي برضه زي التندرل بالظبط بس تندرل ابورد الكورمس والبالبس بولينج روتس داون وورد اللي فين؟ للصوتable level in the soil. طب ايه الإمبورتنس بتاعتها؟ لما بتعمل shrink الـ الـ ال roots ديت، فبالتالي بتعمل ball downward للـ الـ uh, plant نفسه uh, في صوتable uh, level in the soil. فبالتالي الـ subterranean storing stem اللي هي الكورم والبالب اللي احنا قلنا عليهم، remains in a suitable at a suitable distance from the soil. surface by the help of these boring roots, so increasing support and protect aerial bars against the wind effect. ده بيحصل فين؟ بيحصل في الجرين اونيون مثلا اللي هو في البالب بنسميه البالب او ال الجينجر الجينجر اللي هو البيبا برضو عنده رايزوم تمام فبالتالي زي حاجه كده زي الروتس كده فبرضو بيعمل نفس الوضع دوت نفس الكلام عندي ال الجلاديولس اللي هو الزنبق دوت نباتات زينة بنشوفها كده موجودة في محلات الزهور النباتات ديت اللي انتوا بتشوفوها ديت والفلاورز ديت بتبقى ليها روتس من تحت الروتس ديت بتبقى برضو بتعمل كونتراكت فبتبدا تشد البلانت plant لتحت بلانتس وذ كورمس اور باربس اندر جراوند ستيم هاف ا واير روتس ذات بول ذيم ديبر انتو ذا سويل ايتش سيزون تو كيب ذيم فيرملي اندر جراوند اند اجينست ويند افكت بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي كده احنا عرفنا الفرق ما بين الاثنين وطبعا دي كانت اخر جزء عندنا الجزء الثاني نبدا نحل على الجزء اللي خدناه النهارده عندنا براكتس بيقول لي هنا which of the following movements and plants is hypothesized hypo to protect the plants from herbivorous and to help them retain water at night. مين في دولت um, أو من movement اللي في البلانت هنا protect the plant from herbivorous إن هو يحميها من الكائنات اللي بتتغذى عليها and to help them retain water at night وتحافظ على المية فاحنا كده بنتكلم هنا على ال sleep movement بتحافظ على المية بتاعتها ال sleep movement بتحافظ على المية بالليل وبتخلي plant يحافظ على نفسه من الكائنات اللي بتيجي تتغذى عليه. Question هنا بيقول لي The table shows some movements in plants. Which of the following statement is accurate? مين في دول الصح؟ جايب الموفمنت movement الأولانية the leaflets close or fold up after being touched وقال <سؤال> number two the leaflets close at night بتقفل بالليل ولا they have tropism in response to the light دي الموفمنت <سؤال> movement number three عايزين نعرف الموفمنت <سؤال> movement دي موجودة فين هنا في دولت بيقولي only desert plant observe movement number two close at night which they use avoid wasting water ولا all three examples are common in plant species ولا الثلاثه موجودين في plant species ولا well, movement one is known as three movement while movement two and the three gravitropism طبعا دي مش gravitropism هنستبعد الاجابه دي ومش كل الثلاثه بيحصلوا في كل البلانت سبيشيز ومش في الديزرت بلانت بس موفمنت تو بتقفل الليفز بتاعتها عشان تحافظ على الوتر زي ما احنا خدناه في الكويشن الاولاني بالستيب موفمنت لا مش كل البلانت طيب بيحصل فين الكلام دوت؟ بيحصل في الميموسا بلانت زي ما اتفقنا نمبر 1 و 2 تاتشد وكلوز ات نايت دولت قلناهم في الميموسا بلانت. The aquatic elusive plants a movement of the cytoplasm can be observed which of the following best described. لو جينا نقرا الانسرز هنا هنلاقي إن movement that is continuous or rotational single direction on anticlockwise direction هي دي الإجابة اللي احنا قلناها في الالوديا بلانت بيبقى movement بتاع السيتوبلازم continuous or rotational Which of the following plant exhibit strong response to touch stimulus along with multiple tropism and is therefore used as an example of sensitivity in higher organisms؟ مين اللي بيعمل touch هنا أكتر واحد واتفقنا اللي هي الميموسا Blant. The diagram illustrates a type of movement happens in some plants. Which of the following uh, phrases about the type movement is accurate? Mean Fidola Tiyotabar Sah. The only falling to find support by the tendrils will result in plants' death. While well, haptotropism depends on solid support and happens in all plant species, while well, the tendrils can help support those plants, while well, the movement is known as pushing movement. It can be seen in some roots as well. طبعاً اللي قدامنا ديت ديت الديندرلز اللي موجودة في تم سبورت بي البلانت. وبالتالي، أختار ديندرلز can help support those plant. Which of the following parts has a double function in movement and securing the plant structure in its position. movement وفي نفس الوقت securing plant its position فطبعاً دي كده contract roots اللي تحت خالص اللي موجودة في الكورمس والبالبس bulbis فنختار part d which of the following parts will most likely have a high concentration of plant hormones that help with the tendril's growth tendril's growth ديت هتبقى أعلى نسبة هرمونز موجودة فين فطبعاً هتبقى موجودة في الجزء اللي بيبقى تاتش مع الـ اللي هو part C two plants A and B were planted in two boots plant A was irrigated from one side only and the plant B was irrigated uniformly يعني من كل الاتجاهات what is the expected type of tropism that plant A would have in its roots طبعاً بدان في هنا water وهيبدا يتحرك ناحيه الووتر فده بنسميه هيدروتروبيزم which diagram or which of the following diagrams accurately represent the direction of movement in this plant cells direction of movement of this plant cells الحركة بتحصل فين؟ قلنا الحركه بتحصل في السيتوبلازم الحتتين بسايد the سيل وول هو فين الحركة هنا؟ نلاحظ كده اللي هي في نمبر 2 دي بتاعت السيتوبلازم. Which of the following plants uses haptotropism for support and the growth vertically? استخدم haptotropism, فولينج فيرتيكلي لفوق للسالين البي بلانت بكده أعزائي الطلبة نكون وصلنا لنهاية السيشن النهاردة with my best wishes مستر محمد سالم and مس فاطمه Al-Surfi biology experts teacher مع تمنيات الإدارة العامة للمحتوى التعليمي بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته